يا طيري يا حمامة، وانزلي بدمر والهامة، انعلتيني جننتيني، وعلتيني العشق حرام والله. كان في ملكان بحالة حرب، كان كل ملك يبعث جيوش ليغزي القلعة الملك الثاني. بعدين لما انتبهوا انه في كتير ابرياء عم بتموت، قرروا ينقلوا المعركة من الارض للسماء. اي احسن لك، الحمام ولا البشر؟ وانت عم تسأل عن شيء اكيد الحمام. لا تختار شاهين شاهين، فلتنا حمام. خلاص ايه؟ يكون وفي لبلدي لشيء يكون احسن من الشيء اللي هلا عم نعيشه نحن. يعني حنضل مطرح ما نحن جن حكام وزعران. شي بيوصل الحمامجية كلهم، هني بالنهاية أكترهم كلياتهم بيلتقوا بالسما كلهم، فالسما على طول فيها حكايات كتير. عم والله ناويلهم هالسنة.